عليكم مساء الخير. الآن حكم في شرح مبسط للبطارية كيف تجميعها وتركيبها. طبعا في البداية راح نضع له الأرضية اللي فيها الميلان هذه تكون تحت، بعد كذا راح نركب عليها الخلفية الزاوية هذه، طبعا مرفقة من ضمن اللي أرسلناها لك. طبعا نحرص أن يكون الشبك هذا تحت شبك الحامي للصوص. بعد ما تركبها هنا توقف الجوانب وتثبتها بالزرادية من هنا، وكذلك تثبت اللي بالنص وثبت الأخيرة موجودة هناك، مضبوط. طبعا في الواجهة راح تركب الزاوية الثانية، لكن هذه راح يكون فيها البوابة هنا، هذا الدليل عليها أن البوابة تكون قدام، وثبتها كذلك بالزرادية من هنا من الجوانب هذه. وفي الأسفل يكون في فتحة، طبعا هذه فتحة خروج البيض، ما تحتاجها للسمان فقط. تضع العلافة في النهاية هنا في الأمام، وبالشكل هذا نكون انتهينا. بالنسبة للبوابة طبعا هذه صممناها بحيث أنك تقدر تستغلها الوقت الحالي للصوص تكون نازلة، والاستمان تقدر ترفعها فوق يعني تكون مرنة عندك بحيث أنك تستفيد منها. وبالتوفيق إن شاء الله.